مع انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية يقع الطلاب في حيرة في كيفية اختيار اختصاصاتهم الجامعية. طبعا كلنا نعرف انه بنظر الطلاب انه الاختصاصات الجامعية تحمل الوجهين السلبي وايضا الايجابي. برأينا طبعا هو كله ايجابي فاطمة، لانه بالاخير هو كله يتعلق بالعلم، ولكن بعض الاختصاصات ليست تتعلق فقط بكيفية اجتهاد الطالب، انما تماماً تحتاج الى يعني مهارات اخرى. تماما منير، واليوم يعني اي طالب بده يختص بفرع معين المفروض يكون على اطلاع، او خلينا نقول يستشير شخص موجود ضمن هالمجال ليعرف فعلا هذا المجال بيلبي الرغبة يلي هو عم يسعى لها. لحتى اليوم نحكي بهالاطار بشكل عام ونتخصص اكثر عن اختيار الطلاب لفرع الهندسة المعمارية. راح يكون معنا الدكتور عاصم منير سلوم، دكتوراه بهندسة العمارة، ونورنا وصار معنا ضمن استوديو دامسكو. يا اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد ايامكم قناتنا المحببه، اعزائنا المشاهدين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. بدايه دكتور، خلينا نحكي عن هذا الاختصاص، ما تعريفه اليوم للهندسه المعماريه؟ ما بعرف اذا صح هي التسميه اول شيء، وثاني شيء ما هي الاساسيات لدخول هذا الفرع؟ هلا بالنسبه طبعا هلا نحن عالميا اغلب الدول بيسموه معمار او عماره. كلمه هندسه هي ما بعرف اوثقت عنا ببلادنا وببعض البلاد، يعني ظنا انه شوي عم تكبر، ايوه عم تكبر مكانه، لكن هي حقيقه المعماري هو بكل بلاد العالم هو اسمه معمار. بالنسبه لنا نحن ضفنا له بعض مواد هندسيه فصارت اسمها هندسه معماريه. انت ضد التسميه؟ يعني معنى محبزه بالنسبه لإلك؟ لا هلا بجوز لانه انا كنت عايش يعني برا، فبجوز شوي استغربتها، لكن موجوده ونحن قبلناها. طيب دكتور، ليش اليوم توجه يعني حضرتك كنا عم نتناقش شوي تحت الهواء انه هي بالاساس شخص معمار، ولكن نحن عم نحاول نطور من امكانيات هذا الشخص لحتى يكون بشيء علمي اكاديمي، ليش اليوم التوجه لهذا الفرع بيرفض هي الفكره؟ لا انا مهندس، ويمكن من اول سنه بيسمي حاله مهندس على فيسبوك وما بتقول لهم ابني المهندس و و و الى اخره، ليش الرفض لهي الفكره طالما انه بالاساس هو علم وتطوير عم يكمل بعضه يعني خلينا نقول؟ لا عفوا هذا مو رفض، بس هذا مجتمع، يعني احنا مجتمعنا يعني من لما بيختار الطالب اختصاصه من ناديله ان احنا مهندس او طبيب او الى اخره، ما بعرف بجوز هي نوع من انواع الثقافه الموروثه، يعني ما عندي فكره، بس بالنهايه طبعا العماره هي علم، هي علم حتى لو ما كانت هندسه، او طبعا ما انا هندسه بحته، لكن طبعا فيها كثير مواد هندسيه ان كانت حتى هي لانه صايره بالوسط، لانه هلا شوي ثاني بجوز بدنا نتطرق لانه المعماري راح يكون بالوسط بين اغلب الاختصاصات، لانه هو حقيقه مشترك مع كثير اختصاصات، منها المهندس المدني، منها المهندس الكهرباء، منها يعني في كثير اختصاصات، فهو صاير متوسط، لذلك لا هي علم طبعا ما فينا نقول. دكتور شو هي الاساسيات يلي لازم يمتلكها الشخص لدخول هذا الفرع الجامعي؟ هلا بشكل عام يفضل يكون عنده موهبه، ويفضل يكون في عنده رؤيه وفكر، يفضل. هلا شوي نحن عندنا يعني خليني هيك، طبعا انا يعني هو مو نقد، بس يعني نحن مشان التطوير اللي عم يصير انه عم يكون في عندنا امتحان قبول، هذا الامتحان صار معروف يعني للقاسي والداني كيف طريقه اجتيازه، يعني صارت خلينا نقول الامتحان واضح، فممكن بدورات بسيطة ممكن الطالب أنه يجتاز إذا شوية اهتمام، وهذا الشيء يعني عم يقحم بعض طلاب أو بعض أشخاص لاختصاص بجوز هو ما يكون بيناسبهم، لأنه في كتير شروط لازم يعرفها الطالب قبل ما يدخل على هذا الاختصاص. طبعا مو بس هذا الاختصاص، كل الاختصاصات نحن يعني بجوز للأسف ما عندنا معرفة فيها قبل ما ندخل عليها، هي قلة توعية، هي شغلات موروثة، أنه أنا ابني لما بيكون صغير بزرع بباله مثلا أنه أنا بدي اياك طبيب، أو أنا بدي اياك مثلا مهندس، أو إلى آخره، فهذا الشيء يعني عم يأثر شوي، فعم يدخل الطالب أحيانا على اختصاص ممكن ما يناسبه حتى لو اجتاز الامتحان، فالامتحان أنا وجهة نظري ما نول يعني ما نول المقياس الوحيد. بس حطيت بندين صعبين دكتور، كأنه يعني هو هن لازم يكونوا موجودين ولكن ما بيشبهوا باقي الاختصاصات، حكيت عن الفكر وموهبة، باقي الاختصاصات الجامعية أنت لازم يكون عندك كم معرفة، معلومات من الكتب تحفظها أو بتعمل فيها امتحاناتك، أو بتروح بتطبقها بمكان ما، إذا كنا عم نحكي عن حقوق، طب، أي شيء، فأنت ولو أنه الطب أحيانا أيضا بحاجة لنوع من المهارة، وأنك أنت أحيانا تكون خلاق ببعض الأوقات، لكن اليوم فكر وموهبة بغض النظر عن دراستك.
هو استاذنا مشان هيك نحن شوي هيك اختلفنا على التسميه، لانه المعماري بالنهايه انت عم تعطيه هوا او لا شيء وعم تطلب منه انه يعمل شيء يخلق يعني كتله معينه، فكره معينه، مشروع معين من لا شيء. فقطعا لازم يكون في عنده فكر مختلف. طبعا هذا الفكر كمان هو بينبنى على شغلات ثانيه كمان بجوز نحكي فيها لشوي ثانيه، لكن بالنهايه لازم يكون خلاق لحتى يكون معماري حقيقي. طبعا في عده فروع منه، طبعا اذا بدنا نحكي فرضا عن مثلا فنون الجميله، ممكن اذا بدنا نحكي عن الفنون مثلا المسرحيه او الى اخره، او الموسيقى. فيعني المفروض ما يكون اي شخص، لانه مو اي شخص عنده نفس المهارات. طيب اليوم هذا الفكر الخلاق اللي حضرتك عم تحكي عنه، هل هو بالفعل كافي لحتى انا اليوم اكون مهندس معماري؟ يعني انا مجرد ما امتلكت هذا الفكر قادر اني فوت وكمل وانجح، يعني مع شرط النجاح ضمن هذا المجال؟ اكيد لا، اكيد لا. هلا كعماره والعلم بشكل عام هو عباره عن جد واجتهاد. العماره فيها شغله هي جيده، وبنفس الوقت هي يعني خلينا نقول عم تعطيه صعوبه، انه في كم عمل هائل، يعني ساعات عمل متواصله هائله. احيانا مو احيانا، هو دائما يطلب. نحن في عنا دائما تمارين مشان يعني خلينا نقول مشان تنميه مهارات الطالب، وفي عنا مشاريع دائمه بكل خلينا نسميهم المواد الاساسيه. فاذا الطالب طبيعته ما من النوع اللي بيقدر يقعد ساعات طويله، فهذا الطالب قطعا الموهبه لحالها ما بتعمل شيء ابدا ابدا. يعني هي بدها تراكم معلومات، تراكم علم، وبالاضافه بدها صبر. يعني العماره فيها شوي تعب، حتى فينا نقول شويتين تعب، يعني بدها تعب شويتين تعب يعني بالعامية. طيب دكتور، انت برايك هذا الاختصاص كيف تطور بين الماضي والان، حتى نظرة المجتمعات لما يتعلق بالبناء المعماري؟ يعني دائما كان المعمار هو شيء ملفت الانتباه بالحضارات القديمة، وحاليا ومستقبلا تتباهى الشعوب بما تملكه من احيانا هو فن صحيح، يعني تتباهى الشعوب بما تملكه من معمار جميل. اليوم برأيك شو اللي اختلف بين السابق؟ أنت بتفضل الأبنية القديمة اللي كانت مبنية قديما على حضارات قديمة، ولا حاليا بيعجبوك التصاميم الحالية العصرية؟ يعني هلأ بالنسبة يعني تطور العمارة، هي يعني هذا موضوع كتير عريض. هلأ ما بعرف، هلأ بجوز الحياة الاقتصادية شوي تدخلت. يعني خلينا ناخذ أكبر الأمثلة، خلينا ناخذ بلادنا مشان نحن ما نحكي عن بلاد أخرى. بتاخذ مثلا كمثال، خلينا ناخذ مدينه دمشق او حلب او حمص، اي مدينه فيهم، كلهم فيهم مدن قديمه. مدينه دمشق عمرها 5000 عام صحيح. اذا بتدخل على مدينه دمشق القديمه بتشوف عماره حقيقه ساحره. طبعا الموضوع ابدا ما بالشكل، لكن بفلسفتها، ويعني كل زخرف موجود فهو له فلسفه عمرها لا يقل عن 5000 عام. اذا بدنا نشوف نحن دمشق الحديثه كمثال او حلب الحديثه يلي يعني اكبر المدن، فبتلاقي انه نسبيا ما عندنا عماره. طيب هذا الشيء شو اللي تغير؟ مع تغير نظره المجتمع، تغيرت الوضع الاقتصادي، في كثير شغلات تغيرت، لذلك فقدنا كثير من فلسفه العماره اللي نحن كان المفروض نستخدمها. يعني بتدخل مثلا على المدن تبعنا ما بتلاقي اي طابع بيدلك على انه هذا موجود، يعني هذا المبنى موجود بهذا المكان او ينتمي لهذا المكان حقيقه. خذ اي يعني اغلب الاماكن الموجوده، بينما المباني القديمه كلها بتحسها انه هي يعني طالعه من الارض، طالعه من نفس الارض ومن نفس التاريخ ومن نفس الفلسفه بكل المقاييس. طيب دكتور، اليوم شو اللي بيخلي التصميم معماري مجرد رسمه وتصميم على ورق؟ يعني اليوم بمشاريع التخرج خلينا نقول في كثير طلاب بتتخرج بدرجات امتياز، والدكاتره بيأثنوا على التصميم يلي هي مقدمته مثلا، وبيكون جدا شيء خلاق ومبتكر، ولكن حتى على صعيد المهندسين يلي هن قادرين يعملوا تصميم، التصميم يعني كثير في فرق بينه وبين التنفيذ، بيصمم بس من المستحيل خلينا نقول يقدر يطبق وينفذ ويباشر بهذا العمل والتصميم. تمام. هلا هذا الموضوع هو يعني ذو حدين. اليوم تطور التقنية عم تخلي تقريبا أغلب التصاميم تنفذ، طبعا هذا لأنه التقنية أو التكنولوجيا تقدمت بشكل سريع. لكن إذا عم نحكي عن الطالب بشكل خاص، وحضرتك حكيتي عن طالب التخرج، هلا هذا اسمه بالنهاية طالب. نحن في عنا شوية ضعف خلينا نقول
بتواصل بين المادة النظرية والمادة العملية، يعني أنه نحن عم نعطي بكلياتنا بسوريا وعم نحاول ندفش الطالب على أنه يكون فكرة عملية، لكن بجوز الإمكانيات، بجوز الظروف، بجوز الأزمة كمان أثرت، ورشات تدريبية أثرت، عم يخلينا نحن نضل دائما مقصرين. بالإضافة يعني نوعية الطلاب طبعا مو الكل أكيد، لكن الغالبية عم تكون بس أنه بده ياخد شهادة ويمشي، مو بس بالعمارة طبعا، هذا الشيء عم نلاحظه أنه مكرر. يعني كثير أحيان بتفوتي على محاضرات ضخمة، بيكون جاي طبعا أساتذة مهمين، حتى أحيان بيكونوا من خارج القطر وعندهم ثقافتهم وعندهم معلوماتهم، وبتلاقي الحضور أو الاهتمام، مش ما نقول الحضور لأنه هي شغلة مو بالحضور، فبتلاقي الاهتمام كتير ضعيف. فهلا عفوا ببلاد برا، نحن درسنا ببلاد برا، كان الصيف كله كاملا بيخلص الطالب سنته الدراسية، طبعا عم بحكي عن طالب العمارة، بنهاية الصيف مجبور يجيب ورقة، يعني طبعا أكيد ممهورة طبعا بختم واوا إلى آخره، من أحد الأماكن الهندسية اللي هو اشتغل فيها، وشو التطور اللي صار وشو المهارات اللي استفاد منها، وهو محاسب هو طبعا، والشركة اللي بعتته أو اللي ضل هو مثلا شهرين أو ثلاث أشهر، هي هو الكورس بيكون 8 أسابيع تقريبا شهرين، فلازم يكون طور حاله بالورشات وطور حاله بالحياة العملية، لأنه عفوا أنا في تصميم عمالي سويه أو عمالي ابتكره، هذا ما نو بالهواء ولا نو عبارة عن لوحة مثل ما حكيتي حضرتك، هو بالنهاية سينفذ طبعا، سينفذ مثل ما عم يقول أستاذنا، هذا سينفذ، فأنا لازم يكون في عندي شوف هذا العمل تبعي كيف نفذ. طيب دكتور، من وجهة نظرك يعني اليوم هذا الموضوع ما بتحس أنه شوي فيه ضعف من الناحية العملية اللي عم تقدمها الجامعات، أنه اليوم الجامعة إذا ما أمنت للطالب ورشة تدريبية مثلا خلينا نقول خلال فترة الصيف، يطلع على أرض الواقع يكون موجود ضمن مخطط لبناء معين عم يتم إنشاء ويكون موجود، لأنه مثل ما ذكر مثلا زميلي أنه في أرواح اليوم، والفكرة أني أنا أرسم مبنى على ورق هذا ما بيعني ضمان نجاحه وأمانه وسلامته على أرض الواقع. قديش اليوم من الناحية العملية عم يكون فيها تقصير؟ يعني إذا في قلة اهتمام من الطالب، يمكن العملي كمان عم يكون فيه شوي تفاوت بين الطلاب يعني. تمام. هلا نحن ما رح ننكر، لكن حقيقة الأعداد الكبيرة والإمكانيات، هلا نحن كمثال الجامعات الخاصة، أنا بشتغل بحد الجامعات الخاصة، يعني عم نسعى دائما، يمكن مستثنات نوعا ما بنسبه من المية من هذا الموضوع، الجامعات الخاصه عندها شوي ورشات عمل اكثر، هو السبب لانه بجوز الاعداد، يعني ما نقول انه نحن متفوقين على الجامعات الحكوميه، اكيد لا، يعني هي جامعات الام بالنهايه، لكن بجوز الاعداد الاقل عم تسمح انه نحن شوي تكون حركتنا مرنه اكثر، بناخذ دائما على ورشات، بناخذ دائما، يعني بنحاول قدر الامكان طبعا، اكيد ومقصرين نحن، اكيد مقصرين بعدنا يعني. تمام دكتور، خليني ارجع شوي معك لما يتعلق بالبناء بشكل عام، يعني هو الموضوع انا ما حسيت انه اعطيته حقه كثير انا بسؤالي، ولكن ليك بدي ارجع عليه. ما بتعتبر انه الابنية سابقا روحانيتها غير اليوم عم نشوف ابنية، ولكن هي فقط وجودها جاف جدا، يعني سماتها جافة جدا، ما فيها الروحانية كنت عم تحكي لي عنها من شوي، شو السبب؟ هل انه القدماء كانت يتبعوا اساليب معينه بفن العماره، كان في علم حقيقي اليوم ما له كثير موجود؟ احكي لنا اكثر عن هاي الحاله يعني. تمام، هلا ما راح ادخل على غير اختصاصات كثير، لكن نحن درسنا بتاريخ العماره ونظريات العماره، ما في اي بناء قديم ابدا الا هو يرجع لفلسفه كامله. تمام. ويرجع لفكر كامل. نحن اليوم عم ندور بس تقريبا لأنه نسكن العالم لحتى نخلص من مشروع مشان نستفيد عفوا، إن كان ماديا أو إن كان مشان نخلص من مشكلة آنية. تمام. بس هو بالنهاية العمارة هي لازم تكون أوابد، يعني اليوم عفوا إذا بناخد مثلا، نحن خلينا على مستوانا الضيق. تمام. طبعا هو مستوانا كبير إذا بدنا نحكي عن دمشق القديمة، لكن مشان ما نوسع الرقعة مشان المشاهدين يكونوا شوي أقرب، بتلاقي أنت دمشق القديمة هي آبدة، يعني صار لهلا 5000 عام التغيير طفيف اللي صحيح. صار فيها طبعا، والتغيير هو تخريب وليس تغيير، يعني أبدا ما كان في تغيير بدمشق القديمة أو بأي بناء قديم للأفضل، أبدا أبدا أبدا، لا بدمشق ولا بغيرها. فبينما خلينا ننتقل للمدن الحديثة، يعني كتير قليل
المعماريين او خلينا نقول الظروف اللي يعني اللي اثرت على المعماري او على تصميم المعماري اللي خلته حقيقه يعمل اعمال ما الى اي يعني اي بعد ابدا. وممكن عفوا منك بعد مثلا 50 60 سنه او 100 سنه 150 سنه تزيل هذا البناء وانت ما انك اسف ابدا ابدا ما انك اسف عليه. فكرة انك ما انك اسف بازالة البناء فكرة كتير يعني. اليوم شو نسبة الابنية اللي فينا نشيلها وما انا اسفين عليها يعني؟ انا دائما نفكر، بينما احيانا الناس بتعرف انه الحجر او البناء بينطق فيه روحانيات. هذا المكان بيعطيك احيانا سلام داخلي، مجرد رؤيتك لتفاصيله للفسيفساء الموجودة فيه لهذا المكان هو بيعطيك هاي الطاقة. ما بعرف اذا فيني وصفها بانه هي طاقة روحانية لهذا المكان. اليوم مطالب المعماري بكل بناء انه يخدم رساله او بصمه معينه بالبناء ولا لا؟ في ابني معينه انت لازم تترك بصمتك هلا؟ هو عفوا هي بنهايه طبيعه اشخاص يعني. حضرتك ناخذ مثال من عملكم، في مقدمين بتلاقي بغض النظر شو الفكره اللي عم يحكي فيها، لكن طريقه ايمانه بالعمل اللي عم يشتغل فيه وبالبرنامج اللي عم يسويه بتلاقي بشدك كل مره عنده، مع انه البرامج متشابهه نسبيا بس تلاقي حالك مشدود له. ليش؟ لأنه عم يشتغل حقيقة من قلبه وعم يشتغل بكل تفاصيل هذا العمل اللي هو مثلا عبارة فرضا المخرج تبعه هو عبارة عن نص ساعة أو ساعة زمن. بينما في بعض عاملين بغض النظر هنين بمجالكم أو بمجالنا المعماري أنه بس بده يمشي شغل، بده يمشي شغل، أو الظروف عم تكون أقوى منه أو هو عم يستسلم الظروف. يعني هو المفروض يعني كلمة تميز، حتى عفوا حضرتك بمسيرتك الدراسية ممكن تحكي إذا سئلت مثلا كم أستاذ أثر فيك خلال مثلا بجوز تعدون على أصابع اليد الواحدة، مع أنه مر عشرات المفروض. فلذلك يعني ما فيني أقول أنه لازم كل تصميم تعمله يكون من الأوابد، أكيد لا، بس لازم كل تصميم تعمله مثل أي عمل عم تعمله يكون عمل مميز على الأقل بالنسبة لك، يعني تعطي كل شيء أنت عندك إياه. تماما. اليوم خلينا نقول العمل المتقن أو التصميم المتقن على الورق وعلى أرض الواقع أيضا بالتنفيذ، هل بيتعلق بإجادة المعماري باستخدام أدواته؟ يعني نحن عم نشوف كل ما تطور العلم، كل ما تقدمنا لقدام، في كتير تسهيلات بمجالات العمل المختلفة، ولكن في ضعف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، استخدام التطور الحديث، في هذا الشيء موجود ضمن العمارة خلينا نقول؟ لا، بتخيل اليوم يعني الحدود الدنيا من التكنولوجيا ما فيك ما تستخدميها. يعني عفوا على اصغر مثال، نحن لما تخرجنا كنا نرسم بايدنا. اليوم ما نكون مضطر، لانه هذا عباره عن ضياع وقت، عن ضياع وقت. ما بتحس دكتور انه بخطوره اصبح هذا الفرع بوجود الذكاء الاصطناعي اليوم، التصميم الجاهز اليوم في حد عم بيصمم بطريقه دقيقه جدا وسريعه جدا؟ يعني اغلب الناس خافت على مهنه مستقبلا من الذكاء الاصطناعي، وايضا الهندسه المعماريه اليوم هي مستهدفه حقيقه بهذا التطور التكنولوجي، ما بتخاف على زوال هذا المهنه اليوم وتسليمها للالات؟ هلا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي يعني ما له جديد ابدا، يعني نحن بس اخذنا اخر خلينا نقول صيحه او اخر يعني شو بسمونه يعني كمثل انترفيو او شو بسمونه تماما، انه اخر ما تبقى من التطور ولمسناه بس. ولا هو حقيقة الذكاء الاصطناعي هو انت يعني استخدام الالات من 50 60 سنه ما كان يخطر على بالك ابدا انه ما ترسم بايدك، انه رح يجي شيء ما يلي هو عفوا الكمبيوتر رح يرسم بدالك. هو ما هو بالنهايه هو عم يرسم فكرك، لكن هو عم يرسم بدالك. خلينا نحكي كمان، الاستاذه طرحت سؤال بالبدايه، هلا فينا كمان نستخدمه التقنيه التكنولوجيا. يعني ناخذ مثلا اكبر المعماريين اللي هي فرضا مو ما نقول اكبر مشان بجوز من المعروفين والمشهورين، أيوة، من الاكبر او من المشهورين هي زها حديد. كمان هي بدايه كانوا يعني في بعضهم كانوا يسموا العماره تبعها هي عماره الورق، قالوا لا تنفذ، لكن اليوم كل عمارتها تنفذ. ليش؟ لانه التقنيه والتكنولوجيا طورت بشكل سريع، طورت بشكل سريع. فلذلك ما هي كمان ذكاء اصطناعي، هذا كمان ذكاء اصطناعي. يعني كنا نرسم بايدنا، صار في مين بيجي بيرسم بدالنا، كنا ننفذ بايدينا، اليوم صار في تقنيات عم تساعدنا اكثر. فمساعده خلينا نقول الخطوه الثالثه او الرابعه او سميها ما شئت حضرتك، بانه يساعدني الذكاء الاصطناعي، اهلا وسهلا. تماما، اهلا وسهلا. يعني هيك رايي يعني.
هو بالنهاية يعني تكنولوجيا وتوفرت، ليش ما نستخدمها ونستفيد منها؟ يطول الحديث دكتور، ولكن صراحة داهمنا الوقت، فبدنا نشكرك كثير الدكتور عاصم منير سلوم، دكتوراه في الهندسة المعمارية، نورتنا لليوم، وإن شاء الله كل التوفيق لطلابك يلي أكيد هلأ أنا كثير مبسوطين أنهم عم يشوفوك. شكرا لك لوجودك معنا. شكرا لك خانم، وأهلا وسهلا دكتور في. شكرا لأستاذنا وزميلنا، وشكرا لقناتكم الجميلة، وألف شكر. نورتنا دكتور، أهلا وسهلا.